أعزائي المشاهدين في مصر وفي كل مكان بيشوف قناة الصحة والجمال، لقاء متجدد مع حضراتكم يوم الأربعاء 6:45 مساء ومدير المستشفى. مدير المستشفى النهاردة بيقدم لحضراتكم ثلاث فقرات متميزة إن شاء الله تعجب حضراتكم وتكونوا معانا دايما على قناة الصحة والجمال. بنقدم في أول فقرة تسوس الأسنان عند الأطفال وكيف يمكن الوقاية منه وعلاجه وما هي أضرار تسوس الأسنان عند الأطفال، وهنتكلم في نوافذ جديدة في هذا المرض الخطير اللي بيصيب أطفالنا دون أن نشعر أو نحس في بعض الأحيان. في الفقرة الثانية هنتكلم عن السمع وضعف السمع في الأطفال وجراحات زراعة القوقعة اللي النهاردة انتشرت، وأصبح هذا الموضوع شغل شاغل لمعظم الأسر عندنا، ابني بيسمع ولا ما بيسمعش. في الفقرة الثالثة المنظومة الصحية في مصر بين الطموحات والتحديات، الضيف بتاعها هو حضراتكم، هو السادة المشاهدين اللي هتواصلوا معانا مع الخبراء كمان في هذا المجال. اسمحوا لي بس أرحب في بداية البرنامج بأخي العزيز دكتور عبد الرحمن عصام أبو الفضل، أخصائي طب وجراحة الأسنان بكلية طب الأسنان جامعة جنوب الوادي. منور الدنيا دكتور عبد الرحمن. منورك يا دكتور، ربنا يكرمك يا رب. والحمد لله على سلامتك. أنا بعرف إن حضرتك بتيجي مشوار من قنا لمدينة الإنتاج الإعلامي، بهنيك طبعا وبقول لك الحمد لله على السلامة، وأتمنى التواصل دايما لحضرتك معانا مع مشاهدينك، وأصبحت فقرة مميزة جدا، فقرة علاج الأسنان مع الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الرحمن. قلت لي قبل الهوا هنتكلم في تسوس الأسنان عند الأطفال، وبعض الأسر بتجهل إن الأسنان بتاعة الطفل مهمة جدا لما بعد مرحلة تبديل الأسنان. كلمني يا دكتور عبد الرحمن عن هذا المجال الجديد اللي بنسمعه يمكن مش كتير من متخصصين زي حضرتك. والله حضرتك في الفترة الأخيرة منتشر جدا جدا موضوع تسوس الأسنان عند الأطفال بطريقة بشعة، وبسبب عدم علم عند الوالدين بيظنوا ان طالما الضرس تسوس او السن عند الطفل وعمل له قلم نخلعه. طبعا ده خطا بشع وخطا شديد جدا في حق الطفل. اولا السنه اللبنيه دي لو هي ملهاش لازمه ما كانش ربنا خلقها. ربنا سبحانه وتعالى طالما خلق حاجه يبقى اكيد ليها لازمه، وظيفه. ايه وظيفه بقى السنه اللبنيه اصلا او الضرس اللبني؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه حاجه كده مؤقته لغاية لما نمو السنة الدايمة اللي هنعيش بيها باقي عمرنا يكتمل. السنة الدايمة بتحتاج أملاح كالسيوم كتير، بتحتاج غذاء كتير، مكونات كتير عشان تنمو توصل للحجم الطبيعي بتاعها اللي تقدر بيه تكمل باقي العمر، عشان كده بتاخد وقت. طيب خلال الفترة دي بقى ربنا سبحانه وتعالى مدينا حاجة اسمها السنة اللبنية مؤقتا عشان نمو السنة الدايمة يكتمل تحت السنة اللبنية. تمام. فده أول الأهمية للسنة اللبنية. تاني حاجة الأهمية التانية بتاعتها إنها بتحفظ مكان السنة الدايمة في الفك. بمعنى أنا دلوقتي لو خلعت السنة اللبنية أو الضرس اللبني، خلعته في تحتيه ضرس دايم هيطلع. تمام. المكان بقى فاضي. تمام. والضرس الدايم لسه نموه ما اكتملش، مش عارف يطلع دلوقتي. تمام. بيحصل إيه بقى؟ مع الأكل ومع العض بتاع الطفل الأسنان أو الضروس اللي ورا تبدأ تتحرك للأمام. يجي بقى الضرس اللي تحت يجي يطلع ما يلاقيش مكان، مكانه اتاخد خلاص. يجي بقى يعمل ايه؟ مش هيسكت، هيبدا يزاحم يحشر نفسه. تيجي بقى ترى ناحيه الخد، ترى ناحيه اللسان، يظهر بقى مشاكل التقويم، مشاكل تقويم الاسنان اللي معظم اطفالنا حاليا متعرضين ليها، اللي هي تشوهات الاسنان الاماميه والخلفيه. بالظبط. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني ناس كتير قوي بتقول التسوس ده هيظهر بعد الاسنان ما تظهر عند الاطفال، ولكن حضرتك قبل الهوا قلت لي معلومه خطيره جدا، ان من الممكن ان يحدث التسوس والطفل ما زال رضيع ولم تظهر الاسنان بتاعته، ففسر لي ما هذا الحديث. بص حضرتك، بتبدا الاسنان تطلع اللبنيه بدايه من سن 6 شهور. 6 شهور. بيبقى لسه طبعا الطفل رضيع، بيطلع اول سنتين عنده من تحت. بمجرد ما الاسنان طلعت اذا فهي معرضه للتسوس. تمام. معرضه للتسوس. بمجرد ما اول سنتين يطلعوا لازم الام تهتم بغسل السنتين اللي طلعوا دول. تمام. طيب يا دكتور ده هم سنتين بس؟ لا، لازم نغسلهم، بسبب ان العدوى البكتيريه اللي هي بتعمل تسوس الاسنان المبكر عند الاطفال دي مش بتفرق بين سنه لسه طالعه ولسه وطالع عليها بدري وطالع عليها شهر طالع عليها شهرين، كله بيتضر. يا حضرتك ممكن الطفل تبدا اسنانه في الظهور وتبقى فيه نوع من انواع التسوس بدا بالفعل قبل ظهور هذه الاسنان؟
لا هو حضرتك مش كده، هو اللي بيحصل ايه؟ طبعا السن طالما لسه ما طلعتش مش هيحصل لها تسوس ولا حاجه طبعا، بس الفكره في احيانا بيبقى فيه مكونات زياده في الميه زي الفلورايد. ايوه ده لو الطفل شرب بالميه اللي فيها فلورايد كتير دي، ده بيأثر على تكوين الاسنان نفسها اللي هي وهي لسه في الفك لسه ما طلعتش، تمام بتطلع السنه مشوهه فيها تمام تشوه خلقي بسبب الفلورايد الزياده اللي في الميه، وده احنا بنسميه في الاسنان الفلوروزيس. طيب دكتور الرحمن، يعني امهاتنا واهلنا في قديم الازل كان يقولوا يا اخواننا الاسنان اللبنيه دي تتخلع وتترمي في الشمس، وروح يا سنه مش عارف الايه، وارجعي يا سنه يا جميله التانيه، وكنا نفرح قوي لما نشد اسناننا اللبنيه ويرموها في الشمس عشان تطلع واحده جديده. حضرتك بتقول لي ان هذا الكلام خطأ، طبعا طبعا ازاله الاسنان اللبنيه دي خطأ طبعا شائع. طبعا. سببه زي ما قلنا لحضرتك من شويه، بيؤدي الى حدوث تزاحم بعدين في الاسنان وتشوهات في اصطفاف الاسنان. ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي بيخلي الوالدين يفضلوا خلع الاسنان اللبنيه الظن من يا دكتور ما كده كده هتبدل. طب استسمحك دكتور عبد الرحمن ناخد مروه اتصال هاتفي. استاذه مروه معانا حضرتك؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله يخليك، ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك؟ ربنا يخليك، اموري. استاذنك كنت عايزه اكلم دكتور عبد الرحمن. مع حضرتك دكتور عبد الرحمن طبعا، اتفضلي. السلام عليكم دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه في اسناني. انا عندي السنه الاماميه من وقت ما اتولدت وهي فيها، من وقت ما طلعت وهي فيها مشكله ان لونها بني غامق، وبعد ما كملت 17 سنه رحت لدكتور اسنان عمل لي ليها حشو عادي، بس الحشو كان سيء جدا ورفع اللثه لفوق، فممكن اعرف هي ممكن تتعالج ازاي او هل ليها علاج ولا لا؟ لاني رحت لاكتر من دكتور وقال لي ان هي ملهاش علاج. تمام، الدكتور عبد الرحمن هيجاوب حضرتك، خليكي معانا. حضرتك سمعتها، هي بتقول انها عندها 17 سنه، بتقول ان هي حشت سنه اماميه، يعني الابتسامه بتاعتها مؤثره طبعا. تمام. كان الحشو بني غامق والسنه ابتدى لونها يتغير، واللثه نفسها عندها بتحس ان هي شويه اللثه الاماميه برضو فيها مشاكل او مش متناسقه مع الزن. فهي بتقول لحضرتك ايه اللي ممكن تعمله؟ بص، الحشو القديم ده بنغيره عادي جدا، وبنحط مكانه حاليا حشو عن طريق حشو معمول بالنانو تكنولوجي، حاجه اسمها نانو تكنولوجي، النانو هايبريد كومبوزيت. دي حشوه تجميليه كويسه جدا جدا، وشكلها التجميلي قوي جدا، وبتبانش ابدا ان في اي حاجه صناعيه اتحطت في السنه. وكان في صوره انا كنت باعتها لفريق الاعداد بعدين حضرتك لو نعرضها. يا ريت كده والنبي يا سياده المخرج العظيم والاستاذ محمد السيد يعرضوا لنا بعض الصور اللي بعتها لنا الدكتور عبد الرحمن لتسوس الاسنان عند الاطفال، وبرضه مع تجميل الاسنان للحالات اللي هي تم اجراءها في بيور دنت في مدينه قنا شارع الجميل الجمهوريه، واعظم مركز متكامل في صعيد مصر، مركز بيور دنت بيقدم خدمه متميزه جدا. اتكلمنا في الكلام ده ثلاث اربع حلقات قبل كده، والدكتور عبد الرحمن بنفسه قال ان هو بيعمل خصم جيد جدا لمشاهدي القناه والبرنامج. لغايه لما يجيبوا لنا الصور يا دكتور عبد الرحمن، عايز اسالك الصوره مع حضرتك على دي، ده تسوس الاسنان عند الاطفال. بالظبط. ده سن كام يا دكتور عبد الرحمن تقريبا كده؟ ده حوالي سن من 4 لـ 6 سنين. من 4 لـ 6 سنين. وده طبعا لسه ما غيرش الاسنان اللبنيه، ودي اسنان لبنيه. بالظبط. وهذا التسوس والتشوه القاسي جدا اعتقد ده بيسبب الم نفسي للطفل وللأسر، وألم جسدي برضه، وألم الأسنان حاجة صعبة جدا جدا، وحاجة مستحيل أي طفل ولا حد كبير يستحملها، يتحمل ده. طبعا. طب نشوف صورة تانية كده يا أستاذ رامي من فضلك، مع الدكتور عبد الرحمن معانا. ده يا فندم الحاجة كنت قصده؟ لا مش دي، صح، حالة تجميل عرضناها قبل كده. كويس إنها برضه جت الصورة دي. دي واحدة كانت سنها 19 سنة زي الأخت اللي كلمتنا مروة. بالظبط. دي ولدت بسن أمامية واحدة مش بسنتين زي عندنا. سبحان الله، يعني خلقت ربنا سبحانه وتعالى. زي ما حضرتك شايف سنة أمامية كبيرة وجنبها سنتين صغيرين. عند الناس كلها هتلاقي في سنتين أماميتين كبار واثنين صغيرين. عشان يكملوا 32 في النهاية. تمام. بالظبط. على كلامها انها لفت كتير خالص، وكان الرد مالكيش حل وهتفضلي كده. بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل علم ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا، قدرنا ان احنا نغير ابتسامتها تماما، وعملنا لها تصميم ابتسامة من جديد بدون خلع، بدون جراحة، بدون دم، بدون أي حاجة. دي الصورة اللي تحت. بالظبط. الله الله يا دكتور عبد الرحمن، ده مركز بيور دنت. أيوة. ده نشاط وأكتيفيتي وفاعلية مركز بيور دنت في صعيد مصر، أول مركز متكامل لعلاج وجراحات الأسنان. حضرتك اتفتحت بقى السنة دي
واتعمل شغل في الليثه بحيث ان هو يظهر المظهر كانه طبيعي 100%. والله حضرتك الحمد لله قدرنا نعمل كل ده بدون اي فتح وبدون اي حاجه. مجرد قشور صناعيه. تمام. وتصميم ابتسامه اتعمل على الكمبيوتر وتم تنفيذه. تمام. وطلعت النتيجه كده بفضل الله. وده تحت مخدر عمون ولا موضعي؟ لا موضعي. موضعي هايل. موضعي كاني بحشي سنه عاديه. هايل. طيب منبه يا رامي بيه سياده المخرج العظيم، تقدر تحط لنا حاجه فيلم عن تسوس الاسنان عند الاطفال بس نقرب الصوره للساده المشاهدين؟ بيجي لنا مكالمات كتير قوي، الناس عايزه يعني تشوف وتشاهد وفي نفس الوقت تستفيد من خبرات الدكتور عبد الرحمن. الدكتور عبد الرحمن، هل ممكن ان احنا نمنع التسوس عن اطفالنا؟ ده فيلم حضرتك اهو، تقدر حضرتك تعلق لنا عليه ونجاوب على السؤال بعد كده. اظن ده العصير او اي حاجه. بالظبط. دي بقى بتبقى الترسبات الجليه بتكون على الاسنان. الترسبات دي بتخلي البكتيريا المسببه للتسوس تلزق على السنه. تمام. بتعمل ليها مكان مناسب جدا انها تلتصق بدون ازاله على سطح السنه. وبعدين بقى تقدر البكتيريا في شغلها تعمل التسوس. الاول حضرتك عشان نعرف ايه طرق العلاج او الوقايه بتاعه تسوس الاسنان عند الاطفال، لازم نعرف ايه هو تسوس الاسنان اصلا. تمام. عند الاطفال ايه التسوس ده؟ عباره عن ايه؟ ده مرض بتسببه بكتيريا. شوف الاولاد دول يا دكتور عبد الرحمن بعد اذن حضرتك، شوف البنت خايفه يا عيني تضحك. أيوة. لان شوف ايديها بتحطها على سنانها المسوسه، خايفه. أيوة. ان بقيه الاطفال نكمل بس الفيلم. شوف حضرتك، شوف نفسها تضحك والناس تشوف ضحكتها لكن مش قادره. اتفضل يا دكتور عبد الرحمن بيه، اتفضل. صحيح. بروح حضرتك، تسوس الاسنان عند الاطفال ده عباره عن مرض بيسببه بكتيريا، نوع من انواع البكتيريا. البكتيريا عشان تعمل تسوس الاسنان اللي هو عباره عن نخر في سطح السنه بتحتاج لحاجتين. اول حاجه انها تلتصق بالسنه دي وما تطلعش. تمام. تاني حاجة الغذاء بتاعها اللي هو الكربوهيدرات. كربوهيدرات. عشان كده احنا لو قدرنا نمنع السببين اللي هي محتاجاهم دول هنمنع تسوس اسنان الاطفال. تمام. هي بمجرد ما تلتصق بسطح السنة او الضرس مع الغذاء بتاعها الكربوهيدرات. ناس كتير برضو فاهمة خطأ ان اللي بيسبب تسوس اسنان هو السكريات. لا، السبب الكربوهيدرات اللي هي بتتكسر بعدين لسكريات. زي النشا، زي مية الرز، زي السيريلاك. اسفين لو اسم تجاري يعني. بالزبط. لكن ننبه برضو امهاتنا الكلام الدكتور عبد الرحمن. طبعا مش مجرد السكر بس. بعد بقى بتبدا تحلل الكربوهيدرات تاخد الغذاء بتاعها، بينتج عن هذه العمليه الكيميائيه حمض، نوع من الاحماض. هو ده بقى اللي بيعمل تحلل في الانسجه بتاعه السنه. يحصل التسوس. يبقى اذا انا عشان امنع التسوس عند الاطفال لازم اقاوم السببين اللي بيخلوا البكتيريا يستطيعوا ان هم ان هي تعمل العمليه بتاعتها وافراز الحمض اللي بيعمل ضرر في الانسجه بتاعت السنه. طيب ازاي امنع التصاق البكتيريا بسطح السنه؟ غسيل الاسنان. غسيل الاسنان. غسيل الاسنان. تمام. فرشه الاسنان كافيه جدا انها تزيل البكتيريا وتمنع التصاقها من على سطح السنه. من عمر قد ايه اقدر اعلم ولادي البيبيهات الصغيره ازاي يغسل سنانه او ابتدي انا اغسل له اسنانه؟ من عمر قد ايه؟ بص حضرتك، احنا بنبدا نغسل زي ما قلت لحضرتك من شويه، بنبدا نغسل اسنان اطفالنا بمجرد ما اول سنتين يطلعوا عند الطفل، وده بيبقى عند سن حوالي 6 شهور. 6 شهور. تمام. بالظبط. بعدين بقى الطفل بيشوفنا احنا بنغسل سنانه ازاي، هو بيبدا بعدين لا خلاص انا اللي هغسل اسناني لوحدي. يبقى في حوالي سنه بيبدا الطفل يعرف يتعود يغسل اسنانه بمفرده من غير ما احنا نغسلها له. طب هل حضرتك يعني توصي بمعاجين معينه للاسنان للاطفال تختلف عن الكبار، ولا هو نفس المعجون، ولا في اصناف في الصيدليات بتتعامل يعني بحنيه شويه مع الليثه بتاع الطفل 6 شهور؟ بص حضرتك، طبعا في معجون مخصص للاطفال. تمام. عامله شركات كتيره معجون. معجون احنا بنستخدمه الكبار ده ما ينفعش ابدا للاطفال. تمام. يعني حاجة دي اول معلومه بناخدها من الدكتور عبد الرحمن. معجون الاسنان بتاعي وبتاع دكتور عبد الرحمن وبتاع حضرتك وبتاع ابو الاولاد لا يصلح ابدا لطفلك اللي 6 شهور لسنتين ل3 سنين. بالزبط. ده ليه معجون اسنان مختلف. معجون اسنان الادلت يختلف عن البيدياتريك، يختلف عن النيونيتس. ده الكلام اللي بيقوله دكتور عبد الرحمن مهم قوي. اتفضل يا دكتور. الحاجه الثانيه بقى، الفرشه برضو بتاعت الاطفال مختلفه تماما عن فرشه الاسنان بتاعت الكبار. تمام. وكمان على حسب المرحله العمريه، يعني في المراحل الصغيره خالص من العمر الفرشة بتبقى عبارة عن ما هي إلا زي جراب بتلبس في صباع الأم وطالع منه شعرات بتاعة الفرشة بتغسل بيها أسنان الأطفال.
بعدين بقى بنبدا. ده متوفر عندنا، معلش انا اسف للمقاطعه، ده متوفر عندنا في مصر، بس انا اول مره بسمع الكلام ده. موجود طبعا. جراب يتحط في الصباع وتغسل بيه او تمسح بيه اللسة واسنان الطفلها الرضيع. بالظبط. موجود يا دكتور؟ موجود ده موجود طبعا، موجود ومتوفر في كل حته. وطبعا ده بمقاسات واحجام، يعني الطفل 6 شهور غير سنه غير سنتين، القصه بتختلف. مظبوط. هايل، اتفضل يا دكتور. بعدين بقى المرحله اللي بعد ده بيبقى بقى فرشه الاسنان بتاعت الاطفال صغيره مناسبه لحجم البق، ونفس الشعيرات بتاعتها بتبقى شعيرات حريريه ناعمه شويه عشان ما تعورش اللثه الضعيفه بتاعت الطفل. كم مره في اليوم يا دكتور محمد؟ مرتين. مرتين كفايه؟ مرتين كفايه. بعض الاطباء بيوصي كل 4 ساعات وكل 5 ساعات، لان بيقول لك عشان الميديم نفسه او المناخ نفسه اللي جوه الفم نفسه ما يبقاش حمضي لفتره طويله ويساعد على تواجد البكتيريا. بص حضرتك كويس خالص ان انت حضرتك تطرقت لنقطه المناخ او البيئه بتاعه الفم اللي بتسبب البكتيريا. بالظبط. دي احنا نقدر نتحكم فيها طبيعيا، بعيد تماما عن موضوع معجون الاسنان وغسيل الاسنان. جميل. غسيل الاسنان مرتين كفايه قوي. زياده عن كده احنا معرضين ان معجون الاسنان الام تروح تشتري نوع معجون مكتوب عليه للاطفال وفي نسبه فلورايد. الفلورايد حاجه مطلوبه ومفيده جدا، بس بكميات معينه وبتختلف حسب المرحله العمريه. تمام. فهي طبعا شايفه مكتوب عليه للاطفال، فهي لو استخدمته 4-5 مرات هيحصل زياده في جرعه الفلورايد، هيحصل مشاكل كبيره خالص في الاسنان بتاعتنا. الفلورايد هيبدا يضر سطح المينا بتاع الاسنان. عشان كده احنا يعني بدل ما احنا كنا بنعالج بمعجون الاسنان، احنا بنضر، بالفلورايد الزياده. يعني بالزبط. الفلورين ده او الفلورايد ده ليه نسب، اذا زادت عن حدها بتصيب الاسنان بالتلف. بالظبط. عشان اسمعك دكتور رحمن بس. استاذ محمود اتصال. الو. اهلا يا استاذ محمود بيه، اتفضل. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك يا استاذنا؟ ربنا يخلي حضرتك، امر. الله يكرمك. احب ازيك يا دكتور عبد الرحمن؟ يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك استاذ محمود؟ الله يكرمك يا باشا. بقول لحضرتك يا دكتور، ما عايزينك سؤال كده. انا عندي طفله عندها 5 سنين وعندها كميه تسوس في اسنانها كبيره يعني، فرحت بيها لكذا دكتور حضرتك عندنا في الصعيد في جنة، بس البنت عندها رهبه كبيره من الدكاتره بتاعه الاسنان، فكل ما بتخش العياده بتقعد بتصرخ وتعيط وكده. فكنت عايز استفسر من حضرتك يعني، لو عندكم في المركز في حد متخصص للاطفال بيعرف يتعامل معاهم، وشاكرين لحضرتك جدا يعني. طيب طبعا احنا كنا عرضنا قبل كده ان مركز بيور دنت احد المراكز المتخصصه في علاج الاسنان للاطفال، وكان في وحده اسنان لو في الصور بتاعتها موجوده مع سياده المخرج يقدر يجيبها لنا، مخصصه فقط لعلاج الاطفال. والدكتور عبد الرحمن بقى يكمل الحديث عن مشاكل بنته 5 سنين، وبيقول لحضرتك انها عندها تسوس عالي جدا، وكل ما تروح عند الدكتور بترهب هذا الموقف وما بتكملش العلاج بتاعها. في الحاله دي بقى بنعمل حاجه ظريفه جدا. بنبدا الاول نجرب ان احنا نحاول نسيطر على الطفله بطريقه ما، باسلوب الدكتور وبمنظر العياده نفسه. تمام. وبالديكور بتاع العياده. وعلى فكره ده ناجح جدا بنسبه 80% مع الاطفال، بينجح نجاح باهر. تمام. فان الطفل بيبدا ياخد على الوضع ويستقر ويقدر الدكتور يسيطر عليه ويعرف يشتغل بهدوء. نشوف كده بس صور وحده الاطفال الخاصه بمركز بيور دنت. سياده المخرج والمعيد من فضلك. ولكن احيانا لما بيكون الطفل عدى على اكتر من دكتور، اسمحك بس دي الوحده. بنطمن حضرتك السيد الفاضل اللي اتصل بينا من الصعيد وقال بقول لك ده طبعا صعيدي يعني قريبنا اكيد. ادي وحده الاطفال اللي في بيور دنت، وحده جراحه وعلاج الاسنان في بيور دنت للاطفال. دي خصيصا موجوده في هذا المركز، مش كتير موجوده منها في مصر، اعتقد دي من الوحدات الفريده. اشكال جميلة بتخلي الطفل نفسه مش خايف ومش هايب منظر عيادة الأسنان. حتى الكرسي اللي بيقعد عليه عامل زي اللعبة، حتى الحوض اللي جنبه برضو لعبة. أتمنى حضرتك تزور بيور دنت، وأتصور دكتور عبد الرحمن برضو هيعمل حضرتك خصم وتخفيض كويس قوي قوي. إن شاء الله أكيد لحضرتك اتصلت بينا. اتفضل يا فندم. الحاجة التانية بقى، أحيانا لما يكون الطفل عدى على أكتر من دكتور بيجي له زي حاجز نفسي ما بينه وبين دكتور الأسنان، بمجرد ما يشوف هيئة الدكتور بيبدأ يخاف، لا مش هشتغل، هيقعد بقى. ودي حلها يمكن انا اتكلمت على الموضوع ده المره اللي فاتت، بيبقى تخدير كلي. تمام. متعاقدين مع مستشفى مجهزه. تمام. للموضوع ده بيتم تخدير الطفل تخدير كلي، والدكتور بيروح في خلال ساعه زمن من ساعه لساعتين بيحشي كل الاسنان المسوسه. تمام. والحاجات اللي مش مهمه في الحشو بيتم خلعها، والدروس والاسنان اللي اتحشت بنركب عليها الطرابيش للوقايه من الكسر. تمام. مره واحده
بدون ألم، بدون تعب، بدون أي حاجة. والدكتور معاه والعربية طبعاً. وكرسي أسنان مجهز لهذه. قلت لحضرتك إن في كرسي عندنا جهاز أسنان متحرك بنعرف نحركه من المركز لغاية المستشفى. تمام. ده طبعًا ده تطور، أتصور إن هو فخر لكل أبناء الصعيد إن يكون هذه الخدمة المتميزة في الصعيد وفي قنا محافظة جميلة جدًا. أتمنى حضرتكم تزوروا قنا والأقصر وتزوروا برضه مركز الدكتور عبد الرحمن لو عندكم مشاكل في أسنانكم. دكتور عبد الرحمن، سؤال دايما بيجي لنا على صفحه البرنامج وجه لحضرتك قبل البرنامج من كذا مشاهد، هل الوراثه لها دور ولها تاثير على تسوس الاسنان عند الاطفال؟ طبعا في حاجه اسمها الكيرز اندكس او معامله التسوس. تمام. تعريفه باختصار شديد قابليه الاسنان للتسوس. تمام. دي بتفرق من شخص للاخر، في حد عنده قابليه عاليه او طفل عنده قابليه عاليه للتسوس جدا، ده اسنانه ودروسه بتسوس بدري جدا جدا جدا، وده عامل وراثي. اخد ساره وارجع للعامل الوراثي في تسوس الاسنان. استاذه ساره. الو. اهلا وسهلا. انا ممكن اكلم مع عمو عبد الرحمن؟ عمو عبد الرحمن معاكي طبعا، وعمو خارج معاكي لو تسمحي لنا. اتفضل يا عمو عبد الرحمن. اتفضل. ازيك يا عمو؟ انا عايزه اقول لك بس شكرا خالص ان انت عملت لي سناني، وانا ما كنتش خايفه، وهي ماما كانت عايزه تكلمك بس ماما مش عايزه يعني دلوقتي، بس انا قلت لها عايزه اكلمك، وانا بجد شكرا خالص، انا ما بخافش لما باجي عندكم. ربنا يخليك. شكرا. دكتور عبد الرحمن معاك، اتفضل دكتور عبد الرحمن. اعتقد دي احد مريضات حضرتك وصوتها كده صغيره في السن، 9 سنين 10 سنين. مظبوط. ايه اللي اتعمل لها بالظبط ساره دي؟ شكلها شخصيه جميله يعني. اتفضل. سارة كان عندها تسوس في أكتر من درس، بس الحمد لله لما شافت منظر العيادة والمعاملة ما كانش في أي خوف أو رهبة للمكان، وبفضل الله اشتغل الدكتور أخصائي الأطفال طبعا دكتور مصطفى، اشتغل بمنتهى الأريحية من غير عياط من غير أي مشاكل. ده شيء عظيم طبعا، شهادة نعتز بيها من الأستاذة سارة إنها ما كانتش بتخاف من مركز بيور دينت ولا من علاج أسنانها. كمل يا دكتور عبد الرحمن، تسوس الاسنان له عامل وراثي عند الام والاب؟ لو في تسوس هل الاطفال حديث الولاده او الجنين اللي هيتولد يبقى عنده يعني نسبه اعلى من حدوث تسوس الاسنان؟ طبعا زي ما حضرتك معامل التسوس بيفرق من شخص للاخر، اللي هو عباره عن قابليه الاسنان للتسوس، او في حاجه في بكتيريا موجوده عندنا في اللعاب عند اي حد ما يسمى بالنورمال فلورا، اكيد طبعا حضرتك فاهمني. طبعا دي بكتيريا ربنا سبحانه وتعالى خلقها. طبعا. في بعض الناس البكتيريا دي بتعمل تسوس بنسب عاليه جدا جدا، وناس تانية لا عادي اسنانها قويه وبتعرف تقاوم البكتيريا دي ومش بيحصل اي تسوسات. طبعا. وده طبعا العامل الوراثي هو السبب الوحيد لهذا الموضوع. تمام. طيب دكتور عبد الرحمن، برضو بيجي لنا سؤال على صفحه البرنامج، هل في علاج وقائي لتسوس الاسنان عند الاطفال؟ يعني ازاي انا في الاكل والشرب اقدر أقي طفلي إنه ما يحصلوش تسوس؟ ودي مشكلة بتقرق الدنيا كلها، يعني الولد لو سنانه وجعته بالليل الأسرة كلها والجيران كلهم صحيوا، وطبعا صحيح. من الصعب إن هو يلاقي مركز بالليل يتعامل معاه، وفي نفس الوقت المسكنات والمهدئات أحيانا ما بتجيبش نتيجة مع طبعا عالم الأسنان. مش بتجيب مع عالم الأسنان. بص حضرتك، أول حاجة وقائية لموضوع تسوس الأسنان عند الأطفال هو تغيير البيئة الحمضية في الفم زي ما حضرتك قلت من شوية، ودي تغييرها زي ما بنقول مش بغسيل الاسنان الكتير لان ده ممكن يضر الاسنان، تغييرها هيكون عن طريق وجبات غذائيه منتظمه. ثلاث وجبات في موعدهم، ونحاول نقلل على قد ما نقدر نسبه الكربوهيدرات في الوجبات دي. وجبتين منهم في غسيل اسنان بعدهم. لو احنا اتبعنا النظام الغذائي ده مش هيحصل باذن الله اي تسوس الاسنان تماما. دي اول اجراء وقائي. تمام. تاني اجراء عندنا احنا في المركز في مواد بنحطها زي مواد الحشو، بيبقى عباره عن كانه حشو سائل، ده بنحطه على الضروس بيسد الشقوق والثقوب اللي في الضرس، وبنشفه بجهاز الليزر او الجهاز الضوئي، بالتالي مفيش اي سبيل للبكتيريا انها تدخل تحشر نفسها جوه الشقوق او الثقوب اللي موجوده في الضرس. دكتور عبد الرحمن، انا يعني في غايه السعاده والامتنان لحضرتك على هذه الفقره الجيده، وخالص الشكر والتقدير لحضرتك، لكن الوقت داهمنا
والفقره قربت على الانتهاء. استاذ رامي بيقول لي انت كده خدت وقت الفقره الجايه، لكن حضرتك بتوعدنا ان كل اسبوعين معانا. موضوع تسوس الاسنان عند الاطفال لم ينتهي، معانا اسئله كتيره من حضراتكم. هل امنع طفل او ابني او بنتي من تناول الحلويات؟ هل انا استطيع اخذ انواع معينه من الحلويات وفي نفس الوقت او كميه معينه وفي نفس الوقت انا ما يحصلش تسوس لابني؟ كل الاسئله دي هيجاوب عليها الاستاذ الدكتور عبد الرحمن صاحب مركز بيور دنت في صعيد مصر في الحلقه القادمه باذن الله. فاصل قصير ونعود لحضراتكم مع الاستاذ الدكتور رجاء يوسف دكتوراه السمع والاتزان جامعه بني سويف. فاصل قصير ونعود لحضراتكم.